شوربه البصل مقدرها ايه. عندنا بصل لغايه ما نكرمله على الاخر، عندنا ورق لورا، عندنا حبوب فلفل اسود، عندنا ملح وفصوص ثوم، زبده، مرقه لحمه، هنا حتى مرقه لحمه ومرقه خضار زي ما انتم حابين، كمان دقيق وصويا صوص، خل عنب، خبز باجيت بيتحط كده عليه مع الجبنه الامنتال عشان تسيح وبتبقى جميله جدا جدا. خلاص طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هحط خل العنب مع الصويا صوص والدقيق مع الزبدة، خلاص عشان نعمل الصوص الحلو ده. الروايح بقى طلعت، دي اهم حاجة. هو فين المية؟ اهي بس راحت. خلاص اهو كده بجيب الجبنة الامنتال او جبنة الرومي مع الشيدر لو الامنتال مش متوفرة، اهي شوربة البصل. ماشي هحط كده كده اهو. على فكرة لو وقع شوية بنحطوهم عادي بناكلهم مقرمشين، هوريكم بس، والباقي هعمله في الفاصل. ماشي